بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كلامنا. يبقى وقفنا هنا عند الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس. هنبص نلاقي هنا دي التندونز او الاوتار، واخد بالك، اللي هي بتنزل عند الديجيتس او الاصابع، خلاص كده، فنسميها ديجيتورم. وكلمه فليكسور طبعا لانها بتعمل فليكشن او بتعمل انسلاقات في المفاصل اللي موجوده هنا، لكن مش موضوعنا. سوبر فيشاليس لان في عضله ثانيه تحتيها، واخد بالك، بتسمى الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، ودي ان شاء الله لسه هنشوف منظرها في الرسومات اللي جايه، لكن بس ثبت كده عندك ان انا عندي الاصابع بيجي لها عضلتين. العضله الاولانيه بنسميها فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، ودي برضه فليكسور ديجيتورم، يعني الاثنين فليكسور ديجيتورم. الاثنين بينزلوا للاصابع والاثنين بيعملوا فليكشن، خلاص كده. بس الفرق بقى ايه؟ واحده سوبرفيشال، واحده سطحيه، واحده ديب. حتى لو انت يعني عينك، لو عينك ثاقبه شويه، بص لو قربنا كده هتبص تلاقي الايه الديجيتورم بروفاندس ديت، واخد بالك، او التنزو دي جايه من وسط الايه الديجيتورم سوبرفيشاليس، او جايه من ما بين الايه الديجيتورم سوبرفيشاليس. طيب بص بقى عشان تبقى عارف السياسه اللي احنا بنتبعها في الاطالس، هنعمل ايه؟ هبدا ان انا اشيل شويه عضلات واتفرج، اشيل شويه عضلات واتفرج، واخد بالك، يعني انا هعمل ايه؟ وانا بنتقل من الصوره دي للصوره الناحيه الثانيه هتلاقيني شلت شويه عضلات وبتفرج على العضلات التحتانيه. يعني ايه؟ يعني مثلا هتجد هنا مثلا كان ما فيش بايسبس، يعني هنا مثلا كان في عضله البايسبس، البايسبس ماسل، وتحتيها عضله ثانيه اللي هي البراكيالس ماسل، صح؟ طيب هنا بقى هتلاقي ليه البراكيالس بس، خلاص كده، يبقى هو شال البايسبس ماسل عشان يفرجني على العضلات اللي تحت بشكل اوضح. طيب إيه عمل ايه كمان؟ ساب البرونيتور تيريس هي زي ما هي، يبقى البرونيتور تيريس اللي هي ديت، واخد بالك، البرونيتور تيريس سابها زي ما هي، كلام جميل. بس قطع بقى ايه؟ الفليكسور كاربي رادياليس قطعها، البلماريس لونجس قطعها، الفليكسور كاربي اولناريس قطعها. هتقول لي يا عم امال هو ساب ايه؟ انا هو قطع كل الكلام ده ليه؟ عشان يبين لك اللي تحت دي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. شوف الناحيه الثانيه اهي، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. يبقى هو عمل ايه؟ قطع الايه؟ بص كده، هنا هو حاطط خمس عضلات، هنا حاطط اثنين بس وشال ثلاثه، خلاص كده، يعني هنا حاطط الايه؟ البرونيتور تيريس والفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، وهنا برضو حاطط البرونيتور تيريس اللي هي بتعمل برونيشن، وحاطط الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اللي هي بتنزل عند دي الديجيتس، او بتنزل عند الايه؟ الاصابع، خلاص كده؟ طيب كلام جميل قوي. طيب حلو قوي، خد بالك بيكس، انا هرمي لك كده ملحوظه وحطها في دماغك، يعني الخمس عضلات دول، تمام كده، الخمس عضلات دول بتسميهم السوبرفيشال جروب او المجموعه السطحيه. هاخد دول خمسه كده، هاخد ثلاثه تانيين بيبقوا تحتيهم، واخد بالك، يعني انا لما اشيل البرونيتور تيريس والكاربي رادياليس والبلماريس لونجس والالناريس والسوبرفيشاليس، يعني حتى لما اشيل الايه الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، هتجد عضله تاني، هتجد ايه؟ ثلاث عضلات تانيين. يبقى انا عندي خمس عضلات بنسميهم السوبرفيشال جروب او المجموعه السطحيه، ولما بشيلهم بشوف ثلاثه تانيين. لسه هنتكلم عن الثلاثه دول بالتفصيل يعني، بس المهم اعرف كده ان المجموعه اللي هم الخمسه اللي احنا خدناهم بالفعل دول بنسميهم السوبرفيشال جروب او الايه؟ او المجموعه الايه السطحيه. طيب نبدا بقى ناخد نكمل برضو ايه كلامنا شويه في الايه؟ في الرسمه الثانيه. طيب ننزل تحت كده، هنجد هنا ظهر عضلتين جداد، ظهر عضلتين جداد من العضلات الديب، من العضلات العميقه، خلاص كده، حاجه اسمها فليكسور بوليشس لونجس. كلمة فليكسور عرفنا يعني ايه؟ بتعمل فليكشن. كلمة بولشز دي كلمة لاتينية ريليتد للصمب، نسبة تليل الصمب، بص كده، أو الإصبع الإبهام، بص كده، شايف التندون بتاعها رايح فين؟ شوف 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 شوف، رايح ناحية الإيه؟ الصمب، خلاص كده؟ فليكسور بولشز لونجس تندون، أو الوتر بتاع العضلة اللي إحنا بنسميها الفليكسور بولشز لونجس. طيب فليكسور يعني بتعمل فليكشن، ماشي، بولشز يعني صمب، طب لونجس ليه؟ لأن في واحدة دي طويلة، في واحدة ثانية أختها قصيرة. خلاص كده. طيب يبقى دي ايه؟ الفليكسور بوليشس ايه؟ لونجس. طيب في كمان واحده هنا تحت اهي، برونيتور كوادريتس. قال لها برونيتور يعني بتعمل برونيشن، زي مين ده بقى؟ زي اللي فوق دي، زي البرونيتور تيريس، بس الفرق ان البرونيتور كوادريتس سميت كوادريتس لان هي بتبقى مستطيله الشكل. لو جت فرصه ان شاء الله نشوفها بشكل اوضح هتعرف ان هي بتبقى ايه؟ بتبقى عامله زي الايه؟ زي المستطيل، بس مش باينه، اصل هي من المجموعه الايه؟ من المجموعه الديب. كذلك برضو الفليكسور بوليشس لونجس دي بانت هنا ليه؟ هي المفروض ما تبانش، بانت هنا ليه؟ لان انا قطعت الايه؟ العضلات الثانيه السوبرفيشال. فاكر لما انا قلت لك ان انا هنا كان عندي ايه؟ بص كده، ادي الفليكسور بوليشس لونجس اهي، ادي الفليكسور بوليشس لونجس اهي. تقول لي ازاي ده كده؟ هنا واضحه قوي، واخد بالك، انما هنا مش باينه. اقول لك لان هي من الديب جروب او من المجموعات الديب، لازم كنت اقطع الكاربي رادياليس واقطع الايه؟ لازم اقطع الفليكسور كاربي رادياليس عشان اقدر ان انا ايه؟ اشوفها. خلاص كده، يبقى انا كنت لازم اقطع الفليكسور كاربي رادياليس ديت، هي اللي نازله دي، بص شوف اهي، شوف نازله عليها كده، فليكسور كاردي شوف نازله عليها، واخد بالك، فكان لازم اقطعها. عشان كده بنعتبر الفليكسور بوليشس لونجس دي من المجموعه الايه؟ من المجموعه الديب. طيب يبقى انا كده عندي اثنين مهمين، الفليكسور بوليشس لونجس اللي هي بتروح للصمب، والبرونيتور كوادريتس اللي هي بتعمل برونيشن بقى بس مستطيله. خلاص كده. طيب ننزل بقى مع التندونز كده، ادي ليه البالم فيه وفان، نكمل كلامنا مع بعض الفيديو اللي جاي.